أمطار غزيرة بدأت مع الموعد المقرر لانطلاق تظاهرة 25 من تشرين، لكنها كانت محفزة أكثر لخروج المتظاهرين في الديوانية الذين ملوا الوعود والخطابات الرنانة، مطالبين بإصلاح شامل لكل مؤسسات الدولة، مؤكدين أنها تظاهرة عفوية وسلمية لا يريدون بها إلا نهاية حقيقية للواقع المؤلم في مختلف المجالات. وحديث هذه السيدة التي تحدت المطر والجو العاصف إلا دليل على حجم المعاناة. شعب يريد الحياة، شعب يريد الأمور بما هي، وعود كاذبة 16 سنة، ليش؟ إلى متى؟ إلى متى الشباب 1000 دينار ما عندهم؟ إلى متى الأطفال تجدب الشوارع؟ إلى متى المرأة العراقية تنزل؟ لماذا تنزل المرأة العراقية؟ الشباب العراقي لم يبقى في قوس صبره منزع. الشباب العراقي ملوا وعودكم. محافظة الديوانية محافظة مخربة، محافظة مجلس محافظة عاش فيها فسادا وأصبح الفقر في هذه المحافظة. إلغاء مجالس المحافظات، إلغاء الامتيازات، إلغاء تقليص مجلس النواب وإلغاء جميع امتيازاته. صبروا العراقيين وصبر المجتمع، ولكن دون جدوى. نفس الأشخاص، نفس الوجوه، وكأنه مغانم يتقاسمون بيناتهم. القوات الأمنية هذه المرة كانت عنصر المفاجأة الذي غير صورة ما حدث بالأمس القريب، حيث استقبلوا في خطهم الأول المتظاهرين بصف واحد من دون سلاح، وبعضهم وضع نفسه في دائرة الخدمة لتقديم الماء، كما لم يكن هناك حظرا للتجوال لتكون المركبات مشاركة هي الأخرى ومزينة بالعلم العراقي. الصورة لزميل المصور توثق حجم العدد الكبير المشارك والمطالب بالتغيير، ورصد خلايا العمل الصحفي يؤكد أن تعاطي الجهاز الأمني مع المتظاهرين في كل جوانب مكان التظاهر جرى بانسيابية عالية. اليوم التعاطي من جانب القوات الأمنية كان سليما، وكان من المفترض أن يكون هذا التعاطي وهذا التعاون منذ بدء التظاهرات حتى لا يكون هناك احتكاك ولا يسقط من سقط من دماء أبنائنا وأخوتنا وأهلنا المتظاهرين وأيضا رجال الأمن. يوم أبيض عاشت الديوانية بعد موجة من المخاوف التي يطلقها الكثير عبر مواقع التواصل بانحراف التظاهر عن مسارها. يبدو أن التظاهر مستمر حتى يلمس الناس حزم الإصلاح التي أطلقتها الحكومة منفذة على أرض الواقع، متسائلين عن غياب السقف الزمني في تنفيذها لأجل تهدئة الشارع قبل فوات الأوان. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.